Из Судана, и мы продолжаем. Индия является страной, в которой проживает более 200 миллионов мусульман. Эта страна славится своими знаменитыми памятниками исламской культуры, в том числе знаменитым Тадж Махалом. عريقه وبنوا فيها معالم معماريه خالده الى اليوم كتاج محل اسمحوا لي الان ان ادعو الى المنصه المتسابق من جمهوريه الهند اخلاق محمد عبد القدوس на сцену приглашается Ахляк Мухаммад Республика السؤال الاول اقرا من قول الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم, وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إِن تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم وانفسهم كانوا يظلمون عسبوك. السؤال الثاني اقرا من قول الله تعالى «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ ۖ الذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ ۖ منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب, والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون حسب السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى وَإِذْ صرفنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عشب. صدق Мы благодарим участника из Индии. Переходим к следующему конкурсанту. Кувейт известен своим блестящим сочетанием исторической и современной архитектуры. В Кувейте активно работают множество центров по изучению.